مرحبا، حلقة جديدة من برنامج استوديو تيك بلشت. بحلقة اليوم رح نتعرف على أهم التطورات بالمجالات العلمية والتقنية، ونتعرف على أحدث الأجهزة الذكية لعدة شركات عالمية، ونشوف أحدث السيارات بالعالم، وكمان رح نتعرف على الدراجة المائية الكهربائية، ورايحين جولة سريعة لإحدى مصانع تسلا. وبختام الحلقة رح نتعرف أكثر على نظام الجي بي إس. كل هذا بحلقة اليوم من استوديو تيك.